السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مصرف الرافدين يوجه بعض الدوائر بتفعيل الماستر كارد واستلام رواتبهم الشهرية عليها. وجه مصرف الرافدين الخميس بعض دوائر الدولة الذي تم توطين رواتبهم لدى المصرف واستلموا بطاقة الماستر كارد بتفعيلها واستلام الراتب الشهري عن طريقها. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن بعض دوائر الدولة استلموا بطاقة الماستر كارد من المصرف ولم يقوموا بتفعيلها وما زالوا يستلمون رواتبهم الشهرية يدويا، وأشار إلى أن على تلك الدوائر الإسراع بمخاطبة الإدارة العامة للمصرف بضرورة أن يتم إنجاز تفعيل البطاقات حتى يتم صرف الرواتب الشهرية إلكترونيا لهم أسوة بأقرانهم من الدوائر الأخرى، خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليا جراء أزمة الوباء العالمي وضرورة مغادرة التعامل اليدوي والتوجه نحو النقد الإلكتروني. شكرا للمتابعة.